أنا فداء عماد النحال، نازحة من الشمال إلى الجنوب، في مش اسمه في مدرسة اللواء. أنا امرأة حامل في الشهر التاسع، تعبانة كتير وبعاني كتير من حاجات كتيرة. أول حاجة إني معي نقص كالسيوم، ومحد إيش اسمه نقص كالسيوم بعاني، وبعاني من الأكل، من الشرب، بعاني إنهم مختنقين في نفس الغرفة، فيش إن نطلع ولا ننزل. كان أنا وولادي رحنا فيها وجينا هلا وضع أسوأ، وضع المطر، جينا على مطر وجينا سقع ولا برد، الولاد توسخة وعيطة، بنتي وقعت في الطينة، دوبنا جبنا لها من الناس أواعي، وإحنا ماشيين كيس الأواعي اللي كان معانا أواعي الشتا وقع من السيارة اللي إحنا رايحين فيها. أغسل الأواعي حتى اللي هم وصفوها، ولما مش عارف فيش في إيدي حل. كل ما افكر في الموضوع برجع بحط راسي وبنام وبقول لهم خلاص انا بدي اشرب من الواقع هذا اللي انا فيه، مش عارف احل حالي ولا احل بلادي ولا احل حدا، حاسه حالي حموت من القهر من اللي انا فيه. اسمي ابتسام الكفارنة، والدة نازحة من الشمال، جينا على الدير بالضبط، ولما انا وردت رحت على الساعة 12 في الليل على قارة، ورحنا على المستشفى الساعة 12 في القصف وفي الخوف، طلعنا رحنا على المستشفى الانصارات، بعدها بعد ما ولدنا كل تنتين على سرير، ونص ساعة بعد ما ولدت بنص ساعة أنا ضلتني قاعدة على الكرسي ومفيش حد راضي يقوم، بيقوموش حد المستشفى بالمرة. وبعد ما روحنا في الليل تاني يوم بعد ما ولدت خشت علينا شحن، وإحنا قاعدين على الكارة مروحين في الجنين، والدنيا ساقعة، والمولود تعبان بالمرة، صدره عيان، ولا دواء ولا حاجة. أنا قيصري والدة وفيش أواعي بالمرة، ولا حليب ولا بنبز أعطونا ولا حاجة، والبر الخيمة بالمرة سقعة، وفيش أواعينا شحدة، وأواعي المولود شحدة، وفي خيمتنا إحنا الخيمة عباب الخيمة مجاري.